عارفين أسوأ شعور على وش الأرض هو إيه؟ هو إنك تنخدع في حد كنت فاكره مصدر النجاة ليك، كنت مسلم له روحك وقلبك وتفكيرك، كنت مسلم له ذكرياتك ومشاعرك، كنت واخده على إنه رفيق الروح، لكن تتفاجئ إن هو أول واحد يطعنك في ظهرك. ساعات بحس إن الحياة عاملة زي البحر، وإن إحنا بنتولد ونترمي جواها وإحنا مش بنعرف نعوم، فبنكون على وشك الغرق، لكن بنفضل نقاوم ونقاوم ونستنى وسيلة للنجدة، والنجدة وقتها ما بتبقاش قارب معد ياخدنا في طريقه ولا حد ينزل ينقذنا. النجدة وقتها بتكون شريك، شريك يمد إيده ويشاركنا الحياة بتفاصيلها، نثق فيه ونعتبره الرفيق الحقيقي في الرحلة. وقتها بنكون خلاص اترحمنا من الغرق وطلعنا على البر اللي كنا مفكرين انه امان مع حد بيحبنا، لكن للاسف في زحمه الدنيا بنثق فيهم ونديهم الامان، وتعدي السنين ونستقر ونقول ان هو ده الرزق الحقيقي من عند ربنا ونكتفي بيه. وفي لحظه الاكتفاء دي، وبعد ما خدونا من الدنيا كلها، بيظهروا على حقيقتهم، وبنتفاجئ ان احنا مش في ايد امينه ولا حاجه، واللي كنا فاكرينهم ظهرنا لقيناهم خنجر بيدبح فينا من غير ما نحس. ووقتها بيكون إيه اللي حصل بقى؟ ضيعنا من عمرنا كتير جدا، خدوا مننا طاقة روحنا، اكتفينا بيهم وما بقاش عندنا طاقة لحد جديد، فنعمل إيه؟ بنكمل حياتنا في عزلة، عزلة ما اخترناهاش ولا حبينا نكون عايشين جوا الأمأم. أمأم الخوف من الناس، الخوف من التجربة مرة تاني، ما بقاش فيه طاقة للخزلان تاني، لأن وقتها هيكون هو مسمار النهاية اللي ممكن يخلص علينا حرفيا. فبناخد اللي باقي من عمرنا ونبعد، نبعد ونكمل باللي باقي وباللي فاضل، باللي مش عايزين نخسره، ونعيش سنين نتعافى من أثر الصدمة. لذلك العشرة هي عشرة مواقف مش سنين، موقف واحد بس في يوم واحد بس ممكن يغنيك عن عشرة سنين مع حد الدنيا ما حطتوش في موقف الاختبار. فلازم تفرحوا ان الدنيا بتختبركم، بتقيم علاقتكم قبل ما تدخلوا في الغريق وانتم مطمنين، وتعرفوا الخبيث من الطيب. فربنا يكفينا شر الخيانة، وشر صاحب تحول، وشر حبيب وثقنا فيه وخان وباع، وربنا يلهمنا الثقة في الناس اللي تستاهل، ويسر لنا في حياتنا الناس الطيبين اللي بوش واحد، ويكشف الخاين على حقيقته والمنافق على حقيقته، قبل ما ندي الأمان ونتباع بالرخيص، قبل ما نعيش ناقصين جزء، أو قبل ما نفارق الدنيا أصلاً. استنونا.